ربيع ياسين أحد علامات الجبهة اليسرى في تاريخ النادي الأهلي وكرة القدم المصرية. تألق مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 90 بإيطاليا. حقق ربيع ياسين العلامة الكاملة بالمشاركة في 270 دقيقة بمونديال 90 حين اختاره الراحل محمود الجوهري ليقود الجبهة اليسرى أمام عمالقة منتخبات هولندا وإنجلترا وأيرلندا. قدم ياسين أفضل مبارياته في كأس العالم ليكون أفضل ختام لمسيرته الدولية التي بدأت مطلع الثمانينيات وامتدت لأكثر من 100 مباراة بقميص منتخب مصر. ربيع ياسين أهلاوي في المونديال.